لا أحصوها. عبد العزيز العبيد من القصيم من عنيزة تبعث بهذه الرسالة مع الشكر والسؤال بطول العمر على زود عمله صالح، وتقول: ما حكم اختصار اسم الرسول أو اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلعا؟ ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به أن يصلي صلاة كاملة، صلى الله عليه وسلم، ولا يقول صلعا ولا صال فقط، هذا كسر لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، وجاء عنه عليه وسلم جبريل أخواه أنه من صلى عليه واحد صلى الله عليه بعشرة، ومن سلم عليه واحد سلم الله عليه بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها. فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل، ولا للمؤمنة أن تكسل عند كتابة أو عند النطق باسمه صلى الله عليه وسلم على الصلاة والسلام عليه خطا ولهوا. أما الإشارة بالصلاة أو بصلعا هذا لا ينبغي.